قال ولا ما قال؟ ده كلامه هم انت تعرف عليه وشيلك قال هو هاي انت وشيخ ولا شنو هذا؟ انت والي افن ولا شنو هذا؟ انت نسيت نفسك ملحق ولا شنو؟ انت مفتكر نفسك مني ولا جبرين ولا طاير حجر يا دوب؟ انت واحد وسخ وحزين وعفن وخرا وجبناك ودميناك هنا، انت حتى الولايه ما بتمثلها، فدير نفسك يا دول كونك انت اهلي انا الجنجويد الرباط القتل المجرمين. قال له يا اخي تديم طلقه خير خطابك يا ايها الكلب، حددوا ده رمضان الفاضي يا جماعه. طيب قال تعليماتي واضحه، وين التعليمات الواضحه؟ إذا كان ضرب أنا فريق و و و وقال لي التعليمات بتاع السنة اللي فاتت داك العساكر ديل مع أي دول اللي يقول راكب موتر يدقوا طلقة، والله نحن قبلانين، نحن سلاحنا بندسه لكن ما في جنجويت يلف يا جماعة، شايفين دي تعليمات يا عساكر خميس خدوش قال لكم السنة اللي فاتت الكلام ده، القرار داك نافس نافس، أي دول قال لكم جنجويت لقيته أضربه طلقة بس، ده كلام يا جماعة، ده كنت أنا والي ده كلام نطيت من كلامك القديم حمدتي حرشك قال لك يا زباله يا باش بصق اواك تتكلم فارغ نمشي قدام شويه نفنت له خطابه بتاع التندلتي نفجغ لك حته حته يا ابن الكلب يا واطي يا رخيص يا جزمه يا هزيل، انت لو عندك دين ولو عندك شرف وعندك كرامه كان كلام الكلام ده والله اقسم بالله الكلام اللي قاله في تندلتي ولا في الشريط الحدودي بتاع التشات اقسم بالله الشيخ ما يقوله والله العظيم شيخ ما يقول، انت مفتكر نفسك حسي راجل والله اخير تمشي مش الدور اللي فات قلت اقسم بالله انا لا اتشرف ان اكون والي كان تنفذ كلامك، انت داير من الولايه شنو؟ انت ليه ذات سمين اكثر من الناس بتاع الجنينه يعني؟ على فكره ما انا سؤال يعني انا بسالك انت ليه اسمن من الناس يعني؟ حتى راسك عمل فصوص كده شفت زي عبد الواحد مالك انت يعني؟ يعني هسي جماعه عبد الواحد ضعاف تلقاه هو بس سمين، ليه بس هو سمين؟ اكيد الزول السمين وهو قيادي اكيد اكل اكثر من حق الناس، اكل الجرامات بتاع الناس عشان كده بقى سمين صح؟ على وشك يا خاين يا خسيس، المهم نفند لك انا طيب انا في لايف انا في لايف اي لا لا ما عندي حول ليلة وعندك اوكي تمام استلموا منو؟ الجنجويد؟ ها؟ من وين يا محلة كده اكتبوا لي دقيقة طيب دقيقة اكتبوا لي يا جماعة في الخرطوم حاصل شنو؟ اكتبوا لي يا جماعة عشان قبال بعدك نجي نجغم خميس كمان عشان ما ننسى يا جماعه، انا اللايف ده مخصص عشان خميس، الناس اللي قاعدين في الخرطوم يا جماعه، في الخرطوم حصل شنو؟ في واحد دق لي تليفون طبعا وقفني انا لسه ما انتهيت من الجغم بتاع خميس ولسه ما فنت اللي هناي حقه وبعدك بجي بفتح الدعاوي، في الخرطوم حصل شنو يا جماعه؟ اكتب لي تهدى يا جماعه، الناس اللي قاعدين في الخرطوم كتمت يا جماعه ولا لسه ما كتمت؟ هل نجدت ولا ما نجدت؟ يا جماعه الناس اللي قاعدين في الخرطوم في 1000 و500 وشوية أنا قاعد أطقطق في خميس وجاني اتصال والمهم فقطع علي شغل في 1550 نفر ما في زول عنده أي معلومة عن الخرطوم كلام ده معناته كذب كلام ده كذب كلام ده ما مظبوط كلام ده ما صحيح طيب نفج الخميس بعد ذاك شنو لو صحيح بعد ذاك شنو لو في زول عنده معلومة برضه ارجع لي في الخاص دق لي تليفون طيب نكمل هذا البرنامج بتاع الخميس ده عشان ما في زول يجي يقاطعني يا جماعة طيب نفند له بعد الفيديو ده نفند له دقيقة يا جماعة وينه يا جماعة بس ياخذ هنا اسمه شات يا جماعة فندوا معايا الفيديو ده الاستقرار أول حاجة بيجي من المجتمع نفسه انت لما تتكلم عن المجرمين ده الموجودين في اي مجتمع
لذلك احنا قلنا يا اخوانا خلينا نحارب المجرمين في مكانه. في زول قاعد في بيته بالليل جو قتله. المفروض كل المجتمع يقف ضد هؤلاء الناس ايا كان. زول جا دخل طيب ايوه قتل الناس. طيب نفند لك كلام يا جماعه. قال في زول جا دخل في بيت زول وقتل الزول ده. مفروض قال لك كل المجتمع يقف ضد الناس ديل ايا كان ايا كان يقف ضد الناس ديل. طيب نمشي قدام شويه. في حاجه ثانيه برضه مهمه احنا قلنا يا اخواننا الفزع ما يحصل من المواطنين وحده بدون ما بيكون في اجهزه امنيه. قلنا الكلام. طيب انت لما تعمل فضة وحدك انت ما تضمن جواك في منو؟ احنا عارفين في كل المجتمعات بتاعنا في ناس اخرين ما دارين استقرار. لانه اذا استقرار موجود التلفونات زي ده ما بيشتغل. الرسائل الخبيثه اللي بمشي اوروبا بمشي وين وين في ال في ال ما بيشتغل. طيب يعني طيب اول حاجه هو خايف من الله يفضي طبعا، لكن عشان الكبرياء حقه ما قادر يقول والله يا اخي واتمكه ولا كسله ولا انتصار ولا المهم وات ايفر الناس قاعدين ولا المهم اي زور قاعد في الميديا ما قادر يقول لك. طبعا هو قاصدني انا اديله طبعا بعرفني كويس انا وقاعد شهد الله يفضل. قال لك يا اخي الناس في ناس ما دارين الاستقرار. منو ما دار الاستقرار؟ نحن دارين الاستقرار ومدينا يدنا بيضاء لكن عندنا شروط ما زيك انت. نحن ما زيك انت. نحن ناس عندنا مبدا وناس عندنا الدين وعندنا كرامه وعندنا شرف ونحن اولاد رجال وامهاتنا رزوان ولدونا صح. نحن ولدونا صح ما زيك انت. انا ما اعرف انت ولدوك كيف يعني على فكره. فنحن عندنا شروط. قلنا الناس الساكنين معنا زمان يقولوا كلمه حق يطردوا القجر الجو نفرتك حميدتي. شروطنا كده والمجرم مننا ومنكم ومننا يتحاسب. ده شروطنا. فانا ما اعرف ذاتي انت. المهم نمشي كده. قلنا نحن بنساهم طيب في الاستقرار. احنا بنفتش الاوضاع عدم الاستقرار عشان نعجل الاسراء اكثر. طيب الناس مشوا قبضوا وجابوا الناس. انتوا قلتوا الناس في ادارات اهليه. انا في زمان القديم برضه اي مجرم زول قتل زول ذاته لو مسكه كان بيستلموا فرشه. اذا ناس الشرطه ابوا يستلموا ادارات اهليه ما موجوده. ادارات اهليه المفروض يتولى مسؤوليه كامله. طيب نفند كلامه. قال يا جماعه اذا الشرطه ابوا يسلموا للادارات الاهليه. بالله عليك بالله عليك شرطه بسلاحه بدوشكاته باربجيهاته يعني ما قادر يستلم مجرمين يسلموا لزول مدني. الزول المدني ذاته الشرطه ولا الشيخ ولا الشرطايه ولا الامده ذاته لما الذخيره يدور ما زيه زي اي مواطن من نقه ذخيره. يا جماعه الناس يا جماعه خيفكم لا تحكموا. ها يعني انتم بتحكموا كيف يا جماعه؟ ما لكم لا تحكمون يا ناس. يعني والله خربت لي كلام الكلام ده طار من راسي يا ناس. انا قال شو هذا؟ قال يعني قال سلموا للادارات الاهليه. ادارات الاهليه شرطه. الادارات الاهليه اقوى من الشرطه؟ حميدتي طبعا نخصوا بالتليفون مع سيدك. سيدك ولا ما سيدك؟ سيدك سيدك حميدتي كويس؟ لحين جايبين بلاغ والله يا اخي في اجهزه امنيه ابوا يستلموا زول ده احنا سلمناه للاداره الاهليه. احنا نقدر نتعامل. ده واحد. الحاجه الثانيه برضه بخورة تبدلتي منطقه ما صغير. تبدلتي منطقه فيه قيادات كبيره. ناس محترمين في المجتمع، في المجتمع بتقدر الفرصه. كونوا ناس يعملوا حلقه بهذا الشكل يتفرجوا في ناس لغايه ما يقتلوا ناس. تصور
كلام غير اخلاقي. لا في الاخلاق موجود، لا في الدين موجود، ولا في انسانيتنا ان احنا ذاته. شوف عليك دينك، شوف الزول ده عليك دينك يا سيرتك مين زول ده عنده الدين يا جماعه. يا جماعه الزول ده كده فتشوا ليه يا جماعه؟ الزول ده امه ونو ولا ابوه ونو ولا انا ما اعرف ذاته، هو جنجويتي ولا رباطي ولا انا ما قادر افهم. يعني الناس قدامه زي ده حرقوهم عديل، حرقوهم عديل. الزول ده يا جماعه حارب وين؟ الزول ده كان عنده قدره فول في كمباله هنا كويس؟ ما اعرف ذاته انتوا جبتوه كيف ذاته؟ والله انتوا ذاته يا سيرتك من الناس اواطيه ساكت ما عندهم اي موضوع. الزول ده كان تغلبه قدره فول في كمباله هناك يا جماعه. قال والله يا اخي قال يا جماعه الناس يعملوا حلقه زي ده يقتلوا الزول، ولا في ديننا ولا في اعرافنا ولا في اخلاقنا ذاته. قال لك لا اله الا الله. انا الجنجويت ده لو علي انا، لو علي انا يوميا نفطر به جنجويتي. انت بتشوف في مخك ولا شنو؟ لو دارين نفطر به وده حننجده في الحله كيف يعني؟ حنرميه كده يعني به كله كده ولا حنقطه؟ يعني الناس الكتالون ديل انا ما قلت لك ديل ابيض بتاعت هيمتي يا جماعه؟ الناس ديل شفت ناس وسخ وناس عفن.